أرض الحضارة في خطر، عنوان وجد نفسه خارج الاهتمام في ظل صراع أتى على الحجر والبشر. نداءات استغاثة أطلقت مرارا وتكرارا، لكن لا حياة لمن تنادي. فالتراث الإنساني يتعرض اليوم إلى عمليات تخريب ممنهجة ودمار متعمد، فضلا عن الاعتداءات التي تنال من مواقعه الأثرية من دون استثناء. يا أيها الوطن المصور في بطاقات السياحة والخرائط والأغاني المدرسية، يا أيها الوطن المحاصر. منظمة Global Heritage Fund بادرت لإصدار أول تقرير مفصل عن وضع الآثار في سوريا، أشارت فيه إلى مناطق أثرية تعرضت للقصف وأخرى استعملت كمواقع عسكرية، والثالثة تعرضت لآلاف عمليات النهب. دير الزور 21 في دير الزور تحول موقع تل الشيخ حمد المعروف في مدينة كاتلمو الآشورية إلى ساحة قتال بين جيش النظام والجيش الحر، حيث تعرضت آثار الهيكل الآشوري للدمار، كما دارت اشتباكات ضارية حول قلعة المضيق في مدينة أفاميا، وتمركز جيش النظام في قلعة ابن معن التي تشرف على مدينة تدمر الأثرية، وكذلك الحال في قلعة الحصن. الصورة مكررة في حصن الأكراد الذي يعود لزمن الحملات الصليبية، فموقعه الجغرافي الاستراتيجي حوله إلى نقطة صراع بين القوى العسكرية. هذا أحد المساجد التي دمرت في هذه المدينة، يمتد عمره يزيد عن 400 سنة تقريبا من عصر الصحابة. مسجد يزيد عمره عن 400 سنة يقصف بالهاوين ويقصف بالمدفعية. وفيما لم تسلم المباني الدينية من الضرر جراء القصف المدفعي، تعرضت ثلاث مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي تقع شمال البلاد إلى التدمير، وهي المواقع التي تعود إلى الحقبة البيزنطية. كما قضت عمليات التدمير والهدم على أهم معالم مدينة حماه الأثرية وأحيائها القديمة ذات الطراز المعماري المميز، وكان حي الكيلانية القديم الذي يعود إلى العهود الأيوبية والمملوكية والعثمانية ضمن المناطق التي دمرت كليا. اللهم أكبر. وفي المقابل تبقى من بين أكبر الخسائر الأثرية سرقة تمثال يجسد إلها آرميا يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. ولم تسلم متاحف دير الزور ومعرة النعمان والرقة وقلعة جعبر من السرقة، ناهيك عن تقارير صحفية تحدثت حول نهب متاحف حمص وحماة. صورة أخرى أكثر سوداوية لانتشار أعمال نهب واسعة للمواقع الأثرية وبالجرافات، خصوصا في محافظات حلب ودرعا ودير الزور والقامشلي. المتخصصون رغم حزنهم الشديد على الضرر الذي وقع على الحضارة السورية، اكتفوا بإنشاء صفحة على موقع الفيسبوك حملت عنوان الآثار السورية في خطر. سوريا اليوم لا تبكي أبناءها الذين يقتلون بيد بعضهم البعض فحسب، وإنما تبكي حرمات تاريخها الذي استباحته الآلة العسكرية واللصوص. راشد العيد، العربية.